السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخواتي إخواني محبي ومتتبعي ومشجعي ومدعمي قناة فتح حسان تيرف، وأخوكم فتح حسان. ليلة سعيدة لجميع إخواني أخواتي المغاربة داخل وخارج أرض الوطن. تحية لباريور العرب والأفارقة اللي كيدعمونا ويشجعونكم. جو باس لو ريمرسيمون أتو لباريور دي موند كي نوز أنكوراج. تحية وترحيب بالناس اللي ضافوا جداد القناة إناثا وذكورا، كنقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم وسط خواتاتكم وخوتكم في قناة الأصدقاء، قناة الأهل والأحباب، القناة اللي كنضحكو وكنفوجو وكنشطو كنستافدو فيها، القناة اللي كنواسيو فيها بعضنا ونستافدو مع بعضنا، القناة اللي ديال الدراوش، القناة اللي مكتبخل عليكم بوالو. دونك مرحبا بكم مرة أخرى في القناة، ونتمنى والله ما يحشمناش معكم ومع جميع المتتبعين والمشاهدين الكرام. لأول مرة غيشوف القناة ديالنا قناة فتح حسان تير، عجبو المحتوى يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس بالكل باش يوصلوا منا كل جديد في حينه. تحية للجالية المغربية من هذا المنبر على الدعم والتشجيع ديالهم، كنقول لكم شكرا على الدعم، شكرا على التشجيع اينما حللتم وارتحلتم. تحية لخوتي المغاربة كاملين من طنجة للقويرة ومن الحدود الشرقية لحدود المياه الدولية على الدعم ديالكم والتشجيع ديالكم لنا، شكرا لكم على البصمة اللي كتخليو على لي لايك، شكرا على كومونتير الزوينين اللي كتخليو كتحفزوا القناة وليكيب ديال القناة، كنقول لكم شكرا، شكرا لكم بزاف. من هذا المنبر كنحيي لي زابوني ديالنا على الدعم ديالهم المادي والمعنوي للقناة، على الثقة ديالهم، وكنرحب بواحد الاخ ضاف جديد عندنا في لي زابوني، الناس ديال الدار البيضاء الكبرى كازا سيد. كنقول لك خويا مرحبا بك في القناة ديالكم، انت صديق قديم ديال القناة وكتب لك باش تابونا معنا، كنقول لك شكرا على الثقة ديالك واللي حشمنا معك ومع لي زابوني كاملين وانا مع المتتبعين ديالنا الكرام. ومرة اخرى كنشكرك على الثقة ديالك. كي داز نهاركم اليوم الخوت؟ الفيديو اللي حنا صاميت قبل ما نبداو حتى فشي حاجة، غادي نترحمو على ضحايا او شهداء الزلزال اللي ضرب الوطن الحبيب. كنقول لهم الله يرحمهم ويوسع عليهم وعزاؤنا لذويهم اهليهم، والله يصبرهم. وكذلك اللي باقين مجروحين او مضروبين، كنتمنوا اليوم ان شاء الله الشفاء العاجل، وخصوصا اللي في الحالات الحرجة نتمنى الله سبحانه وتعالى يخفف عليهم ما نزل ويرجعوا للأسر ديالهم بسلام ان شاء الله. مرة أخرى نجدد عزاءنا للجميع. الفيديو ده الصامت اليوم كيف ما شفتو البارح ما درناش، اليوم درنا فيديو صامت، واليوم قررنا اننا نديرو امام فيديو عاوتاني ولكن بالصوت ديالنا، اللي نتمناو ان شاء الله انه يكون في المستوى المطلوب اللي كنطمحوا له. الله يوفق الجميع. الفيديو كانت فيه لابوات نوار اعطتكم طريز والنف، بالنسبه لا ديرنيير مينيت عطاتكم لو نف، لا سيليكسيون كان فيها لو نف اي لو طريز، وبالنسبه لو بتي نيميرو او لو بتي شوشو كان في المواعيد. بالنسبه لي زونترينور اسويفر جا منهم فقط لو 13،
النويطات اللي عطيناكم نوطة بيني النف والطريز جاوب جوج بيهم. طريز قال لكم جو سوي كونفيون، وفعلا راه كان كونفيون وضرب الراس. لو نف كاستري يعني كانوا صلحوه كما كنقولوا، رجعوه هونغر ودار كورس دورونتري كانت زوينه، ومن موراها جابوه لهاد الكانتي وراه دار طروازيام. قلنا لكم في الملاحظه الاخيره غادي يكون ان سويفي باش تعرفوا الكورس ما خدتش الاتجاه الصحيح ديالها ولو سويفي ما جاش. بالنسبه للشطر الثاني ما كانش يعني الاحتمال الكبير ديال القناه، ولكن كان بروبابل يكون ان غرو توك على ريفي، وفعلا راه كانوا لي توكار في لاريفي. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا شي شويه، واللي استفد بصحته وراحته. وغادي ندوزو دابا ان شاء الله غادي نمشيو الكانتي ديالنا ديال غدا باذن الله، وبدايه اسبوع موفق للجميع باذن الله. الكانتي ديال لولاندي 11/9/2023 اللي غيكون في بومون ريونيون ان كورس 5 اطلي 2550 متر 2550. كاين الركيل ديال 25 متر والركيل ديال 25 متر يعني جوج ديال الليلين من 1 حتى 6 غيديرو 2550، ومن 7 ل 16 غادي يديرو 2575. اللي بغيت نقول لكم هاد التيران صعيب فيه شي شويه لو ركيل، دونك الا ما كانش العود على دراعو من الدوزيام ليني غير هما راهم كتار شي شويه، ماشي بحال ديال العام اللي فات. سي دو صابل، تيران صابل روز يعني الرمله حمراء شويه كتكون دير. هادي سي دو بلان، التيران غيكون بون ان شاء الله، لاكورد ادروات وسطرو على الادروات. كاين 16 ديال المتبارين 16 بارتون، ديبار ميدي سيكونت يعني الوحدة قل قسمين بالتوقيت ديال المغرب. الزين الغزال الجميل الحبيب بيه بماليه اللي كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يحفظه ويجي يحفظ جميع المغاربة اينما حلوا وارتحلوا، ويخلي بلادنا جميلة غزالة، وكنتمنوا دائما تبقى بلادنا آمنة بإذن الله، يحفظها ويحفظ جميع المغاربة من أي مكروه. بالنسبة للملاحظة الأولى كتقول لكم لا كورس غادا تكون تخي ديفيسيل بلوس انديس دو ديفيكولتي 8.5. الملاحظة الأولى كتقول لكم الكورس غتكون جد صعبة، مؤشر الصعوبة 8 أونص. ملي كيفوتنا مؤشر الصعوبة 8 الفوق الحيط الحاضر الذكاء ولا بوالا قد جهدنا. لورسكيل ديباس لانديس دو ديفيكولتي 8 بلوس اون جو افيك انتيليجونس بريدونس اي اون مينيميز. المؤشر طلع لان ما معروفش لاكان شكون هو، كاين لا كونكيرونس مع بين تقريبا على لاكان ما بين 4 ولا 5 ديال لي شوفو. نتمنوا ان لا كونكيرونس تكون يعني في شريفة كما كنقولوا، تكون نقية، واللي عطاه زهرو شي حاجة ياخدها، وهذا اللي كنتمناو. غادي ندوزو لابواط نوار. قبل ما ندوز ليها غنقول لكم الله يجازيكم بخير، لي لايك راه لي لايك كانوا ناقصين في الفيديو ديال اليوم ولا في ديال البارح، عفوا البارح ما درنا غير فيديو عادي كنعزيو فيه وما درناش برونوستيك. لان درنا فيديو واحد من مور داك اللايف اللي كنا درنا وقصرنا معكم ودوزنا الويله زوينه وكنشكركم عليها، دونك ما تبخلوش عنا بالبصمه بالاعجاب ولا كان ممكن البارطاج، وغتكونوا جد مشكورين. وكذلك دعوتكم اخوكم في الله اللي انتريسي بلابونمون على التليفون كيدوز على الشاشه، الاتصال بالقناه عبر الواتساب.
بالنسبة للبواط نوار، كات سيس كانز اي كاتورس، كات سيس كانز اي كاتورس، لي كاتر نيميرو دو لابواط نوار. الأرقام الأربعة للعلبة السوداء الخاصة بقناة فتيحة سانتور في 4/6/15/14. La dernière minute, le numéro 5, رقم 5, الدقيقة الأخيرة. نشوف الأكومباني أو الحصان المرافق له، رقم 4, le numéro 4. Les supplémentaires 2 et 9, الأرقام الإضافية 2 9. La méthode du jour nous a donné deux numéros. Ces deux numéros, soit un, soit deux, soit aucun à l'arrivée, sont comme suit. 8 et 16. Donc 8 et 16, soit un, soit deux, soit aucun à l'arrivée. Tariq al-Nahari a donné deux numéros. Deux numéros sont 8-16. Donc 8-16, il y a deux, il y a deux, il y a deux, il y a deux à l'arrivée. غادي ندوزو، غادي نمشيو لا سيليكسيون ديال لاشين 14 2 15 5 4 6 10 13. لا سيليكسيون او التخمينات راه مليوحه عشوائيه، مليوحه الياطوار، اللي تق فيها يقدها بطريقته والله يوفق. دونك ارقام 8 لخماس يومه 11/9/23 لقناة فتيحة سنتيوف كالآتي: 14 2 15 5 4 6 10 13. داك 13 عاود زوين، ولكن كنظن باقي ما موجودش، ونتمنى انه يدير شي بليصة ممتازة. بالنسبة لي شوفو سيربريز 7 3، أرقام المفاجأة 7 3. البتي شوشو راه كيدوز على الشاشة، راه بروبابلي يكون سويفي في لاريفي، تبني راه كيدوز على الشاشة. الكات قال لكم مولاه كاتريام سانكيام، السيس قال لكم لا كورس فيزي،